دكتور، انا كنت فاكره بس ان الحاجات بتاعت الستات بس، الميك اب وكده، على طول في تطور. ده حتى العمليات دي بقت على طول، يعني انا فعلا مخضوضه من كتر ما على طول تطور تطور تطور. الطب كله شغال لخدمه المرضى عشان خاطر نقدر نوصل بالعمليات بتاعتنا لاعلى معدل امان، اعلى معدل نجاح، وبرضه نراعي الصفه التجميليه في العمليه. ده ضروري، ده اكيد يا دكتور. طب كلمني بقى عشان انا كمان مش اعرف قوي ايه التكميم التفصيلي ده يا دكتور. التكميم التفصيلي ده الستاندرد كير، او هو ده اللي بيتقدم لمرضى السمنه في العالم كله. أوكي. فكرته الاساسيه ايه؟ فكرته الاساسيه زي ما حضرتك قلتي، مع التطور الفظيع اللي بيحصل كل يوم او كل سنه في جراحات السمنه، بدا المريض المقبل على اجراء جراحه بقى عنده اوبشنز كتير قوي. اوكي. وفي عالم بقى ثوره المعلومات اللي احنا عايشين فيه، فالناس بقى عندها لبس وخلط كبير جدا. لا، مفيش حاجه ستاندرد للناس كلها، مفيش حاجه تناسب الناس كلها، انما كل بني ادم على حده له خطه معينه. أوكي. فكره التكميم التفصيلي ان احنا نرفع مستوى الامان ل 100%، وان احنا نوصل بالصفه التجميليه لافضل حاجه ممكنه تناسب المريض، وفي نفس الوقت نحافظ على قيمه العمليه الاساسيه ان هي تنزل الوزن وتساعدني ان انا اكون في صحه مثاليه وفي وزن مثالي. اوكي، يعني معنى كده يا دكتور انا دلوقتي لو انا جايه لك، خلينا بلاش انا بلاش انا مستحيل طيب حد زايد في الوزن جاي لك يا دكتور، تمام يا فندم، جاي هو خلاص مش عارفه او مش عارف يخسه، تمام، انت بتستلمه بتعملوا ايه؟ حاجات كتير قوي. رقم واحد، لازم اعرف سنه. لازم اعرف طوله، لازم اعرف وزنه، لازم اخد منه تاريخ مرضي مفصل. اوكي. ولازم اعرف هو عايز يوصل لايه. اوكي. يعني في بعض الناس عايزه تفقد ارقام كبيره جدا، وفي بعض الناس عايزه تفقد ارقام اقل. اوكي. بناء على هذا الكلام ومجموعه كبيره من التحاليل والفحوصات اللي بتتعمل قبل العمليه، بنبدا نقعد نعمل حاجه اسمها كونسلنج او تشاور. اوكي. ونبدا نعرض عليه الاوبشنز المتاحه. في حاجات بالنسبه له نيسيسيتي لازم نعملها له، في بعض الحاجات ممكن تكون اوبشنال، لازم نشوف هو بيحب ايه وما بيحبش ايه، بياكل ايه وما بياكلش ايه، هيقدر يلتزم بايه. هي دي قوه التكميم التفصيلي. أوكي. ان حضرتك في الاخر بتتاكد ان اللي اتعمل لك ده هو افضل حاجه وكمان انسب حاجه وكمان اامن حاجه. طب هل كمان بيحقق زي ما انت قلت في الاول يا دكتور معايير جماليه قويه؟ اكيد، احنا في عندنا تطويرات جامده جدا 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 في الجروح اللي بيتعمل منها العمليه. الاول العمليات بتاعتنا بتتعمل بالمنظار، يعني خلال فتحات صغيره جدا، لكن حتى الفتحات الصغيره في اتجاه دلوقتي انها تبقى في اماكن مش ظاهره في بطن المريض، زي التكميم البكيني، ان احنا نعمل كل العمليه من البكيني لاين، فبعد ما تعمل العمليه مفيش ولا جرح في بطنك. طب ايه الانواع التانيه يا دكتور؟ في عندنا التكميم الدقيق، في بعض الناس بيبقى طولهم كبير قوي ان احنا نقدر نعمل لهم التكميم البكيني، او حجم الكبد بتاعهم كبير ان احنا نلجا للتكميم البكيني. في عندنا التكميم الدقيق، العمليه كلها ده التكميم البكيني صح؟ ده التكميم البكيني. العمليه بتتعمل من الحتتين دول بالظبط كده، من بس تحت ده خالص. لازم كمان الحاله تكون يعني طول المريض، وزن المريض، حجم الكبد، ما ده اللي بنقوله بقى ان ده مش مناسب لكل الناس، ده بيناسب 40% من المرضى. أوكي. اللي ممكن يقبلوا على عمليه التكميم. في عندنا التكميم الدقيق، ان احنا نعمل العمليه برده بس من فتحات اصغر من المعتاد، فتحات كلها تبقى 2 مللي، فتبقى برده ما تسيبش اثر. ده مين اللي ينفعه التكميم الدقيق؟ ده ينفع لكل الناس، كل لان ده بقى نقدر نتحكم في فتحات في اي مكان، فبالتالي اقدر اعتمد تقنيه التكميم الدقيق لاي مريض. وده قوته. وبرده نقدر نوصل، وهكذا. يبقى اذا انت عندك اوبشنز كتيره جدا، وعندك حاجات كتير تقدر تفيد بيها المرضى. احسن حاجه واشطر حاجه ان انت تعامل كل مريض على حده، ويبقى له تفصيل دقيق. ده زي تصميم فستاني بالظبط. بيرفكت. يعني مش كل جسم ينفع معاه بالظبط كده. طالما مفيش بني ادم زي التاني، ومفيش بصمه زي التانيه، يبقى التعامل مع البشر كلهم بصوره واحده ده امر غير مقبول. طب دكتور ازاي نقدر نختار الجراح الصح؟ السؤال ده محرج شويه، بس لا، انا بس لازم يا دكتور، يعني احنا عندنا في الطب القصه كلها قصه الاوردنج بالدرجات العلميه. تمام. يعني ايه الدرجات العلميه؟ وضع انت بتشتغل فين؟ في مستشفى تعليمي، فانت استاذ في الجامعه، او انت بتشتغل في مكان تاني، معاك ماجستير ودكتوراه وزمالات، سافرت بره، اشتغلت بره، كل الكلام ده مع الخبره التراكميه للجراح اكيد بتفرق جراح من جراح، وبالتالي بيفرق في النتيجه الاجماليه، وبيفرق في نتيجه او معامل الامان في العمليه. أوكي. يبقى لازم تهتم جدا الجراح بتاع حضرتك يكون على درجه معينه من العلم عشان يقدر يعمل لك الكلام ده. احنا بقى كبيشنت ازاي نعرف ازاي؟ مفيش حد دلوقتي اعتقد في ثوره المعلومات حضرتك تقدر تسيرش على اي حد وتعرف هو مين وشغال فين ودرجته العلميه ايه، استاذ مساعد، استشاري، اخصائي، شغال في الجامعه، مش شغال في الجامعه، الشهادات اللي معاه، كل الكلام ده بقى موجود دلوقتي ومتاح لكل الناس. يعني
نعمل سيرش على اي حد. بس كمان يا دكتور البراكتس مهم، ان كمان يكون أكيد. عمل انواع من، خلي بال حضرتك برضو ان احنا دلوقتي في محاوله مننا ان احنا نشجع الناس وان احنا نطمن الناس، بدانا نحط صور بيفور وافتر، بدانا نحط قصص حقيقيه لناس اجرت جراحات السمنه، كل الكلام ده بقى موجود وبقى متاح، واقدر اقول لك دلوقتي في جروبات لا حصر لها على مواقع التواصل الاجتماعي فيها الاف العيانين اللي اجروا العمليه. ودي حاجة كويسة عشان نقدر نشار اكسبيرينس مع حد مشي السكة دي قبلنا. طب دكتور في اوقات كتيرة الناس فعلا بتلجأ للعملية اللي تكون مناسبة ليها، تمام، لكن بتخس وبعد كده يا دكتور بترجع تزيد تاني. اكيد. فهل العمليات دي عامل مساعد وانا لازم اكمل الباقي ولا هي سحر ولا ايه؟ انا عمري ما كنت هقول اجمل من اللي انت قلتيه. انا متفق معاكي تماما، لازم كل الناس تفهم ان العمليات هي اقوى وسيلة مساعدة معروفة دلوقتي في الطب لنزول الوزن. اوكي. سبب فشل العملية حاجة من حاجتين، يا اما سوء الاختيار في الاول، من الاول خالص العملية مش بالظبط، انا ما كنتش امين مع الدكتور بتاعي، ما اديتوش المعلومات الكافيه، تمسكت برايي في اجراء عمليه معينه دون سواها، تمام، يبقى ده ممكن يكون السبب. السبب التاني سوء الاستخدام. العمليه دي حاجه خاصه بيكي انت، انت ممكن تاخديها وتطوريها. انا في عندي نماذج مشرفه، الناس نزلت 100 كيلو، وفي عندي ناس تانية نزلوا اقل. درجه التزام المريض ودرجه وعيه بالعمليه اللي هو عملها وازاي يقدر يحقق اكبر استفاده منها، هو ده اللي بيحكم النتائج واستمراريتها. طب من سن كام يا دكتور؟ احنا عاملين حالات ستارتنج من سن 11 سنه. 11 سنه؟ اه، تخيلي حضرتك طفل 11 سنه وزنه 120 كيلو بدا يجي له تقوس في العظم، هتسيبيه؟ اه، ما نقدرش نسيبه. بس العادي ان 11 سنه يعني ممكن ده حتى يعني ده ممكن يكون ما بلغش حتى، فاهم قصدي ايه؟ العمليه بتاعتنا عمليه فسيولوجيه ملهاش دعوه. احنا دي ده خلاف على ان احنا عمليات التكميم من عمليات تحويل المسار. عمليات تحويل المسار ما ينفعش اعملها الاعمار صغيرة، انما عملية التكميم دي عملية امنة، ده مجرد تصغير لحجم المعدة. اوكي. فممكن فعلا من سن 11 سنة ومن اقل كمان. طب بس المفضل يا دكتور لأي يعني العمليات دي تعمل من سن كام؟ انا رأيي ان لو مفيش زيادة مرضية في الوزن لطفل صغير احب ان هو يوصل لمرحلة البلوغ.